بنعيش في وتيرة تغيير أسرع من المعتاد. دليل زمان لما كانوا بيتكلموا عن نظريات اقتصادية أو إدارية أو سياسية كانوا بيقولوا في العقود الثلاثة الأخيرة، ومن فترة مش بعيدة قوي لما كانوا بيتكلموا عن نفس المواضيع كانوا بيقولوا في العقد الأخير. مع بداية الألفية الثانية بقوا يتكلموا عن اختلاف جذري للأوضاع من السنة للسنة اللي قبل. تفتكر الفترة اللي جاية هيبدأوا يتكلموا عن اختلاف في مسابقة بس كل كوارتر سنوي، يعني كل 3 شهور؟ احتمال. وتيرة التغيير الأسرع من طبيعي دي كان من أهم أسبابها التطور الغير مسبوق في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ما تخافش، الكلام اللي بقوله ما يقلقش، العكس ده كلام بيوصلك إن عالم الأونلاين ده لسه فيه كتير ما تعملش، يعني لسه فيه فرص أكتر وأكبر، بس أنت تعلم واشتغل صح. لو عايز تكون أميز حاول تشتغل على اللي جاي مش الموجود بس. وجود أي بيزنس أونلاين بطريقة بروفيشنال وإنتجريتد وكونسيستنت ما بقاش رفاهية أصلا، ده بقى أساسي، واللي مش هيكون هنا بطريقة مظبوطة مش هيكون معانا أصلا. ده برنامج الوصلة اللي بتقدمه شركة كور ديجيتال، والهدف منه يكون وصلة لربط التسويق بمفهومه الأوسع بالتسويق الإلكتروني، وصلة لتصحيح بعض المفاهيم في عالم التسويق الإلكتروني والمالتي ميديا، وصلة توصلك آخر التطورات في البيزنس والعالم الرقمي. استنونا كل يوم 2 في وصلة جديدة ونشوفكم على خير وانتوا دايما متواصلين. باي.